ماشي يا محمد اتفضل قوم بيه كده. برافو عليك. طبعا دول بسم الله ما شاء الله. انا كان نفسي في جوز شكله جميل احطه في المكان ده. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين. اهلا وسهلا بيكم. انا عاوز اقول النهارده يعني انا سعيد جدا واكيد انتوا كمان هتكونوا سعداء لان النهارده معانا ضيف محترم جدا 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 وصديق عزيز وكان نفسي اشوفه من زمان وكنا نتواصل مع بعض من فتره طويله جدا ولكن ده هو اللقاء بيننا مباشر. حبيبي يا حبيبي والله انا سعيد والله. وهتشوفوا النهارده باذن الله كم كبير من المعلومات القيمه عن كافه شيء باذن الله في اطار التعاون ما بين القنوات المختلفه. احب اعرفكم باخويا الغالي محمد صاحب قناة دكتور حمام مصري ولقاء مميز جدا فوق ما تتخيلوا. بس قبل ما نبدأ اللقاء يا عبد الرحمن بيصورنا يعملوا ايه؟ اللايك والاشتراك في القناة ويكتبوا تعليق حلو كده من عنده. ويلا بقى نبدأ فيديو جديد قيم جدا في قناة وفر في بيتك من وعلا. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بيك. نورت وشرفت جدا وطوال حبيب قلبي. ومحمد جايب لي هديه معاه بس مش هتشوفوا الهديه دلوقتي غير لما يا استاذ انت فوق استاذ. المهم نحب نعرف الساده المشاهدين بك يا محمد وتعرفهم بنفسك. اتفضل. طيب. في البدايه بس سيبنا نرحب بمتابعينك طبعا متابعين قناه وفر في بيتك من وعاد القناه المميزه يا استاذ باسم اللي بتقدم كل جديد يا استاذ باسم. يعني انت فخر لنا وكمان انت بتقدم معلومه قيمه للناس. محمد بيبالغ يعني لا مش مبالغه والله حبيبي والله لا غيره مش مبالغه. انا عن نفسي مستوى شخصي انا بستفيد منك وكل الناس بتستفيد منك فربنا يجعل العمل اللي انت بتعمله ده في ميزان حسناتك. طبعا انا سعيد جدا ورحب بقناه طبعا وفر في بيتك من وعاد قناه جميله اللي بتقدم طبعا اشياء كتير جدا عن الزراعه وعن طبعا تربيه الطيور في المنزل وازاي ان انت توفر البروتين بتاعك من المنزل. فكل ده باسم حاجات قيمه جدا ربنا يجعله في ميزان حسناتك. اللهم امين رب العالمين. النهارده فيديو قيم. النهارده انا هعصر محمد تحت امرك. انا هعصره فعليا يعني تحت امرك تحت امرك يعني انا همسك محمد النهارده هعصره عصر وهطلع منك كل المعلومات. انا سعيد بيك والله وبلقائك وسعيد بجمهورك. انا بحب جمهورك على فكره. في بعض من المتابعين من جمهورك موجودين عندي في القناه وناس مميزه جدا وناس سبحان الله تعالى يعني ناس مميزه جدا ان شاء الله. يعني ربنا طبعا جعلنا ان احنا سبب ان احنا نوصل لهم معلومه ويكونوا يستفيدوا مننا ولو جزء بسيط. طبعا ده اللي بقى لنا وده اللي احنا محمد قول يا حبيب قلبي قصتك ايه مع الحمام؟ بس مثلا انا الحمام ده بالنسبه لي يعني عشق وراثه يعني الاثنين مع بعض. الحمام ده انا والدي عليه رحمه الله كان بيعشق الطير الجميل ده فانا حبيت ان انا انمي الموضوع حبيت ان انا اعمل تهجينات جديده. لا استنى يعني انت اصلا وارث تربيه الحمام. ايوه طبعا ايوه طبعا طبعا احنا بنعشق تربيه الحمام بس. وهو كان بيشاركك في تربيه الحمام يا محمد؟ ايوه ايوه انا كنت انا طفل انا افتكر انا كنت طفل واطلع على والدي هو بيحط الاكل الحمام كده والطيور كده ببقى قاعد يعني. وشوف استاذ باسم كان زمان كان في ميزه زمان كان مفيش امراض ما كانش فيه الكلام ده كله. ايوه كان الفرد الحمام كان يتعب كنا بنعالجه فص توم يعني فص توم استاذ باسم. أيوة. النهارده مع انتشار الاعلاف ودخل ان في الكلفه دي بيبقى عليها بودره عليها طبعا متخزنه واشياء كده فده استاذ باسم جاب الامراض هو ده اللي بدا ينشر الامراض فده هو اللي بيخلي ان في امراض دلوقتي. لا النهارده لا الغيه النهارده غير الغيه بتاعت زمان. لا انا الحمام ده عشق بالنسبه لي طبعا. طبعا محمد انا هعصره النهارده هستخلص منه النهارده هتعلمه تحت امرك. افضل كلفه اقتصاديه ان شاء الله تعالى. هنتعلم النهارده ازاي نعالج الحمام بابسط تكلفه محمد ان شاء الله تعالى. وهناخد من محمد جميع اسامي الادويه اذا كانت ادويه بيطريه او بشريه باذن الله ازاي نخلي الحمام يحص كتير. انا بدات اتكلم بلغه ايوه 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 وهنتعلم كمان ايه افضل انواع الحمام الاقتصاديه اللي ممكن نربيها وننتج منها وايه افضل انواع حمام الزينه للناس اللي محبه لتربيه حمام الزينه وهل تربيه حمام الزينه فعليا تربيه اقتصاديه مجديه ولا لا. هنتكلم عن كل ده. افضل نوعيه من انواع تربيه الحمام. احنا قلنا تربيه الحمام ثلاث انواع يا محمد. أيوه. يا حبيس في سلكات. أيوه. يا مفتوح. أيوه. يا نص حبيس زي عندك. هنتكلم برضه عن الموضوع ده. أيوه. كله. أيوه. ونتكلم عن كلام كل المعلومات دي هنتكلموا عنها لكل محب تربيه الطيور معلومات قيمه جدا النهارده ان شاء الله فعلا. بس انت النهارده انت حاطط الكراتين ديت وخلي بالك انا مجوع الحمام لان انت اللي هتوكل الحمام النهارده عندي
وانت يا محمد حبيبي والله انت جبت لي هديه جميله وانا هديه مقبوله اخوص ده. وانت برضه مش هتمشي غير بهديه يا باسم. والله العظيم انا هديتي ان انا شفتك شفت عبد الرحمن والله لا هديتي والله العظيم شفت عبد الرحمن ودخلت البيت الجميل دون يعني والرسول عليه الصلاه بيقول لك صلى الله عليه وسلم تهادوا ايه تحبوا طبعا 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 في اطار التعاون احنا الحمد لله رب العالمين محمد قناه محمد دكتور حمام مصري من افضل القنوات اللي انا بستعين بها انا شخصيا والله فعلا بامانه والله واتصلت بيك كتير قوي يا محمد في مشاكل في الحمام عندي ايوه وانت بتقولي يعني انا افتكر منها لما لقيت الزغاليل ظهرها ايوه وعملنا فيديو مشترك ايوه حصل أيوة حصل بس أيوة دي اول لقاء شخصي أيوة بينه وبين محمد حصل انت اللي هتوكل الحمام النهارده ان شاء الله تعالى وهتبص لي على الحمام بتاعي نظره سريعه كده وهتشوف القصه فيها ايه من عليا وطبعا الحمام بتاعك احنا طبعا يا محمد احنا بنقول لما بيجيبوا حمام جديد لازم نعمل له عمليه عزل في البدايه ايوه لا الا ان كان من مصدر ثقه ومضمون ايوه وطبعا مفيش مصدر ثقه ومضمون ايوه الله يكرم مصدرك ده بس الله يكرمك هنقومه محمد هو اللي هيوكل الحمام وهيبص على الحمام بتاعنا وهيطلق الحمام اللي هو جايبه كمان في وسط الحمام طلقته هيبقى فيها مشكله بالنسبه للحمام القديم لا هيحصل صراع مثلا حاجه زي كده ده في حمام اللي هو اللحم شرس شويه الحمام اللحم مختلف عن بقيه انواع الحمام لان الحمام اللحم من عيوبها ان هي شرسه بس شويه النهارده فيديو قيم جدا متنوع جدا بس هنسيبوكم وهخلي محمد هو اللي هيوكل الحمام اللي عندي ويبص لي بصه ويلا بينا على مكان تربيه الحمام بتاعي يلا هات بقى ايه الكرتونه بتاعتك يلا بينا حبيبي بسم الله حاطط لهم ميه كانوا بيستحموا بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله اتفضل خش خش عشان الريكس بس هيضايقك بسم الله ان شاء الله الريكس ده قصه في المجمل وفي العام كده رايك الشخصي في الوضع هنا ولو في اي ملحوظات سواء سلبيه سواء ايجابيه بالعكس احنا بنستفيد من بعض. طيب بص يا استاذ باسم هو انت ما شاء الله يعني انا حاسس ان في ضوء نازل او اشعه الشمس. أيوة. وده مهم جدا للحمام بالذات لان ده بيديه فيتامين د ده طبعا مهم جدا للحمام. ولكن انت اللي انا بسمع منك انت بتربي نص حبيس. لو نص حبيس يا استاذ باسم ومفيش اشعه شمس فده طبعا بيضر الحمام عندك لازم اشعه الشمس ولكن في عيب هنا يعني انا لسه واخد بالي منه دلوقتي ان انت مش بتوفر التحديد. التحديد ده يا استاذ باسم شيء اساسي ده التحديد ده شيء اساسي يا استاذ باسم تمام بس هخليك انت تحط التحديد دلوقتي لنفسك تمام يعني في تحديد موجود وهتكلمنا عن التحديد ده هنبص مش هنسيب حاجه تمام سكت بس الجزء تمام تعالى مبدئيا كده ان التحديد ده عبد الرحمن يعني بتكلم طبعا جمهورك يا شباب احنا لما بنذبح اي طيور عندنا في المنزل اكواتنا سيدات البيوت او اي حد مربي دواجن لما بيذبح الطيور عندنا في المنزل فبنلاقي في القناصه بنلاقي فيها رمل وبنلاقي فيها استاذ باسم حاجات غريبه كده هو ده التحديد يا استاذ باسم هو ده اصل الانتاج هو ده اصل الانتاج التحديد ده كالسيوم طبيعي فانا لما مش عندي تحديد فلازم بحط طبعا الديكال بس باسم مهم جدا لازم يكون متوفر عند اي مربي دي انا بشتري الديكال قبل ما بشتري الحمام بشتري الفلاييل قبل ما بشتري الحمام نظام العشش كده يا محمد كويس كويس جدا ولكن احنا ان شاء الله هنطور في المستقبل مع بعض هنعمل حاجات حلوه جدا هو المكان حلو ومكان مناسب وانا شايف ان انت يا استاذ باسم ممكن تعمل كمان في عندك مساحه ممكن تربي تزود عشش يعني. وتزود عشش تربيه حمام جدا مجديه وفيها عايزك برضو بص لي على الزغاليل كده الانتاج اللي عندي جديد طيب نسمي بس بسم الله كده بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ده هجيب لحم فرنسي مع ما شاء الله بلدي تقريبا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بص يا استاذ باسم بكلم اخواتي طبعا المتابعين طبعا يا جماعه خير الناس اللي بتروح الاسواق وبتحب ان هي تتسوق وبتحب ان هي تجيب حمام الزغلول مش هي زغلول بان انا بشتريه اول حاجه عشان انا ببص في الزغلول ببص في صدر الزغلول صدر الزغلول باسم ملحم بشتري الزغلول ده الزغلول ده باسم يعني بعض التجار يعني ربنا طبعا يعني يهدي التجار اللي في تجار ياما طبعا يعني مش شغاله صح يعني بينفخ الحويصله بتاعه الزغلول ده فالبايع باسم او المشتري بيروح يشتري فبنلاقي زغلول تاني طالع حنا يعني الحوض ده فبنلاقي زغلول تاني طالع حنا وبحس ان الزغلول تقيل ولكن بالنسبه شباب للي هيشتري يبص في صدر الزغلول صدر الزغلول ملحم زي كده ما شاء الله الزغلول ملحمه بشتريه غير كده ما بشتروش بفتح بق الزغلول يا استاذ باسم يعني بشم ريحه بق الزغلول لقيت ريحه بق الزغلول كريهه ما بشتروش ليه؟ بيبقى في كانكر حويصلي
تمام. فبعرفه من روح من ريحه بق يعني الزرق. انا بدايه يا محمد، يعني محمد طبعا خبرته في تربيه الحمام لدرجه ان هم، وانت قلت لي واحنا في بنتكلم مع بعض ان تسميه دكتور حمام مصري مش بتاعتك. ايوه لا انا بتاعت المتابعين وبتاعت الغوايه يعني. هم اللي مسمين عليا الاسم هو يعني الله. هي الموضوع بالخبره صدق. امسك ده كده. طيب وانت كده انا بياع. انا بياعه. تمام. ببيع لك جزء الزغاليل دول. تمام. انت كمشتري هتعمل ايه بالظبط؟ وانت على مثلهم انا وانت. انا كمحمد انت انت أنا... انت مشتري وهتبدا تشتري مني جوز الحمام دول. تمام تمام. انا راجل بياعه. تمام. بقول لك اتفضل يا محمد انا عندي جوز حمام في منتهى الجمال. تمام. اشتريه. هتفحصهم ازاي؟ طيب انا همسك ده مبدئيا كده. انا بمسك بضعه اللي فيه ماسكه شباب عشان ايه اي حمام، بحط صب ايديا كده في الصبعين دولت كده وبمسك الحمامه بالشكل دون. اول حاجه انا بفحصها في الحمام بتاع لو انا شاريه للحم، للحم انا ببص في صدره الاول. تمام كده. ده اول حاجه مبدئيا سداسه. تاني حاجه انا بفتح بق الزارون زي ما قلنا. الحاجه اللي بعد كده ببص في فتحه المجمع السداسه بتاعه الزارون. لو لقيت فيه هنا اسهالات اعرف ان الزارون دي مريض. عين الزارون نفسه سداسه. شفت عين الزارون عامل زي عين الصقر ازاي؟ ايوه. عين الزارون مفتحه. لو عين الزارون ده بتغمض كده تعرف ان الزارون ده اصلا مريض، يعني مفتح عينيه بالعافيه هو ما هوش شايف اصلا. فالحاجات ديت اللي احنا بنشتري عليها الزالون. وطبعا خلينا اقول لك معلومه استاذ باسم، الحمام مظلوم لان الحمام الوحيد اللي ما فيهوش بورصه في جميع انواع الدواجن. اسعار، هنتكلم عن اسعار. اسعار اذبحه في عمر قد ايه؟ المفروض ازاي اعرف ان الحمامه الزغلول بتاعي خلاص وصل سن ان انا اقدر اذبحه واسيبه؟ تمام. بعرف انا الزالون ده طاف فين للذبح. بفتح جناح الزالون كده استاذ باسم، ببص تحت الريش هنا. لو لقيت الريش هنا ايوه لا هنا اللي لقيت الريش هنا مكتمل تحت الجناح هنا اعرف ان الزغلول ده. طب اللي في ايدك ده مكتمل؟ ده لسه فاضل له استاذ باسم يعني 3 4 ايام، مش اسبوع لا 3 4 ايام. ليه؟ حتى لو تلاحظ ان الريش الاصفر بدا ان هو يختفي منه، فاضل 3 4 ريشات صفر دلوقتي هيختفوا كمان 3 4 ايام والريش ده هيبدا ينمو في الفتره دي. فالفتره ديت هي انسب وقت ان انا اذبح فيه الزغاليل. بتبقى يبقى المعلومه دي جديده عليا انا اصلا. انا بفتح جناح الحمام. تمام. بفتح لي كده الجناح. تمام اهوت. وبنشوف احنا الزغبر اللي تحت ده. تمام. لو اكتمل يبقى كده خلاص. ايوه ده طيب للذبح. طيب ده افضل وقت انك تذبح فيه. افضل وقت تذبح. تعال بقى نتكلم مع بعض عن افضل انواع الحمام اللي ربيه واكل منه. انا مش عايز يعني ان احنا هنكسب منه، ده حاجه للبيت يعني. للبيت. انا راجل براقب للبيت. افضل نوع الحمام احب اكل الحمام والقصر. طيب ممتاز. من يعني من خبرتي انا ومن تربيتي ومن تجاربه مع الحمام، افضل حمام انا باكله منه بجيب سلالة لحم هجين اللحم الفرنساوي مع الحمام البلدي زي ما انا بعمل. تمام كده. فالتهجينات هنا يا استاذ باسم بتجيب لك اوزان عاليه. طيب في ناس بتقول لك الرومي. الرومي يا استاذ باسم يعني الحمام البلدي ده بيجيب في السنه يعني من 8 عشوش و7 عشوش و9 عشوش. تمام. الحمام التقيل عامه، الحمام التقيل استاذ باسم عامه طبعا انتاجه بيبقى ضعيف. اللحم الفرنساوي اعلى واحده فيهم في الانتاج. الرومي، الروماني، الكينج، الحمام ده انتاجه ضعيف، بيجيب في السنه 5 عشوش او 6 عشوش بالكتير، ما بيزودش عن كده. فبالنسبه للحمام التقيل انا بنصحك لو انت عايز تربي حمام لحم هات ذكر رومي، هات انتاي بلدي، هات ذكر لحم فرنساوي، هات انتاي مثلا استرالي. بالمناسبه بس في تهجين جديد انا عملته وناجح جدا وبيجيب احجام زغاليل ما شاء الله تعالى. ايه التهجين الجديد ده شباب؟ لو حد عنده حمام من الحمام الهزاز اللي هو حمام الزينه يهجنه مع استرالي، يهجنه الذكوره تهجنها مع استرالي، تهجنها مع بلدي، اي انواع حمام من الحمام الشعبي بيجيب حمامه طويله ما شاء الله. بسم الله. دي الكلفه الشباب اهي. طيب ولكن بقى هنا الكلفه بتاع الاستاذ باسم فيها غلطه، يعني الناس اللي تقول بص في الكلفه، على فكره الموضوع ده بيغلط فيه كتير من الغواه كمان مش من المربين بس. يا جماعه الخير بعد اذنك كده يا استاذ باسم. اتفضل يا حبيبي. اتفضلك الله. بص يا استاذ باسم الذره البيضاء دي نسبه الدهون بتاعتها عاليه جدا. ممتاز. جدا. بتخلي النوتي ان هي تعمل دهون على عنقود المبيض، فبالتالي الحمام بيتوقف عن الانتاج. بالنسبه للعلف يا استاذ باسم
احنا بنحطه على الكلفه بنسبه 10% فقط لا غير، لان العلف الكتير برضه بيسبب مشاكل حامل العلف في سموم، فبنبدا مضاد سموم بعدها. ولكن انا شايف ان نسبه العلف متناسقه، ولكن بلاش باسم، بلاش اخوات المربيين ان احنا نحط الحبايه البيضه دي نهائي. ممكن خلينا الحبايه الصفراء، الذره العويجه برضه ما عنديش مشكله، ولكن الحبوب البيضه دي ممنوعه ممنوعه. الذره البيضه يا شباب بلاش، عشان بتعمل دهون وبتخلي الحمام عندنا يقطع. الاكله دي حلوه جدا جدا، الاكله دي يعني ممكن تحميك من امراض كتير. هتقول لي اكاله وبتحمي الحمام من امراض؟ هقول لك اه. ليه بقى؟ لان يا جماعه خير، انا لما احط كلفه للحمام، الناس اللي هي بترمي كلفه على الارض، الناس اللي بترمي كلفه على الارض ده غلط، ده مش سليم. ليه؟ الاخراجات بتاعه الحمام دي الحمام بيرجع ياكلها تاني لما بيجوع، فبيسبب امراض الحمام. ولكن انا لما بحط في علافه زي كده، فانا بحط في العلافه وبقفل العلافه، الحمام حتى لو شبع بقى الاكل بيفضل نظيف زي ما هو، ده ما بيسببش مشاكل حمام. يا شباب ان شاء الله يعني علافه زي كده ممكن تاكل مش اقل من 15 جول، يعني في عيون كتير ما شاء الله. فانتوا حاولوا ان انتوا تستغلوا الموضوع ده وتعملوا علافات زي كده. العلافات دي مهمه جدا، هي مش مكلفه ولا حاجه، ولكن كويسه جدا في التربيه، خصوصا للناس اللي هي مربين الحمام اللي السائل. انا عندي انا محمد البيوت، انا اعملها مثاليه الرنجة، وانت قلت لي قبل كده في كلامنا مع بعض ان البيوت مختلفه وانواع مختلفه، وكل بيوت ليها مميزاتها وليها عيوبها. اه طبعا. ممتاز. قول لي انواع البيوت. انواع البيوت كتير جدا يا استاذ باسم. في ناس بتعمل اغصان، في ناس بتعمل بلاط سيراميك مثلا زي العون اللي عندي، الناس اللي متابعنا على القناه، نبني طوب وبلاط سيراميك حلوه جدا. افضل حاجه ممكن اعملها للحمام بتاعي. طيب خليني بس اقول لك سريعا كده، اخواتنا اللي لسه بيستخدموا الفخار، يا جماعه خير الفخار ضيقه جدا. حمام لازم كل جزء حمام، بعمل العيون واسعه، لازم كل جزء حمام، الجزء الحمام الاثنين يدخلهم في قلب العين، انما الفخار هو بياخد حمامه واحده بس يا استاذ باسل، وده بيضعف الزغاليل، لان لازم يكون الاب والام اثناء التاكيل جوه مع الزغاليل، فبالتالي بتلاقي الزغلول نموه كويس، فالفخار ما بيعملش الموضوع دوت. افضل عيون انا استخدمتها، العيون اللي انا عندي اللي انا بستخدمها، العيون الطوبه استاذ باسم، والطوبه الارضيه بتاعتها سيراميك، ممكن اعمل فيديو عنها. بلاط سيراميك. بلاط سيراميك الارضيه بتبقى سيراميك، ولكن مش وش السيراميك يا استاذ باسم. ظهر السيراميك عشان البيضه. بالظبط، الله ينور عليك، عشان تبقى خشن شويه، ظهر السيراميك ده ممتازه جدا وسهله في النظافه، وما بتجيبش حشرات يا استاذ باسم، لان الحشرات دي وكمان فيها ميزه ان هي بتبقى مناسبه للحمام في الصيف ومناسبه للحمام في الشتاء. ولكن اخواتنا اللي بيربوا في الصفيح، صفيح استاذ باسم بيعمل سقعه على الزغاليل في الشتاء، وفي الصيف بيصهد على الزغاليل، فممكن انت تلاقي الزغاليل ميته منك فجاه، فده برضه بيسبب. طبعا انا ما بنصحش ان انت تربي. معلومات مهمه جدا. ما بنصحش ان انت تربي. قول يا محمد، تركيبه كلفه ممتازه اقتصاديه وتديني انت بيعي. طيب الكلفه استاذ باسم في انواع كلفه كتير، ولكن خلينا اقول لك ان في الصيف غير الشتاء، الحمام في الصيف محتاج الكلفه الناعمه زي مثلا الذره العويجه، زي القمح، كسر العيش بس مهم جدا، ولكن بس بنسبه، يعني بنسبه بسيطه، لان في خميره دي فيها بكتيريا نافعه بتزود حجم الزغاليل. نسبه العلف اللي انا بحطها برده بتكون بسيطه 10%، لان هي برده بتفور حجم الزغاليل. في الشتاء بيبقى الموضوع مختلف يا استاذ باسم. ايوه. الشتاء بيحتاج الحبوب الخشنه، يعني بيحتاج حبوب خشنه في الصيف، فكلفه الصيف غير كلفه الشتاء، وده عايز عملي عشان نشرح لك بشكل تفصيلي واحنا بنعمل مقادير. حاسس ان الجو هنا حر. تعالوا نخش من جوه ونكمل كلامنا، وبرده نتابع المعلومات القيمه جدا، لان زي ما قلت لكم في اول الفيديو انا مش هسيب وراها عصر وكده كل المعلومات، عشان انا شخصيا استفيد وانتوا كمان تستفيدوا. تحت امرك تحت امرك يا عيونك، اتفضلك الله. بسم الله. بس خلاص، السلام عليكم. بس خلاص. طب استنى بالمره، استنى ما طلعناش الحمام بتاعك. ايوه خليك زي ما انت. تعال. الحمام عمل معاك الواجب على الاخر. يا عم يلا، الله المستعان. اما اشوف مين ده ورحمن على طول، بس ابيض ميت. يا رب من الفرق. انا عايز اقول لك، قول لي الانواع اللي انت جبتها ومميزاتها. طيب خلينا بس نفتح هنا، يعني امان استاذ لو سيبنا امان. هو انت شايف فوق ما فيش مشكله.
تمام زي الفل. ولو طاروا ورجعوا لك مش ممكن يرجعوا لك. المسافه بعيده. لا يرجعوا، عم اروح اجيبهم منك. لا ده حمام ده مش ذكي في الطيران. في حمام في حمام ذكي في الطيران. لا وفي حمام ذكي في الطيران بالنسبه للزاجل ذكي في الطيران، وفي حمام هو الذكي في الطيران. يعني اللحم الفرنساوي اخره 250 متر مربع حوالين البيت. بالنسبه للاسترالي برضه ممكن يكون ذكي في الطيران. طيب. لا ما افتكرش. طيب تمشي. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الحمد لله يا شباب اتبهدل الصراحه. طيب خلينا بس اللهم صل على النبي. مبدئيا كده محمد، طب انا لو ربيت الجوز دولت في سلاكه ايوه عشان شكلهم الجميل ده واحافظ على السلاله ايوه، ايه رايك؟ يكون افضل، ولكن تربيه السلاكه لازم ان انت توفر له الحاجات اللي هو عايزها من الطبيعه. مفيش مشكله عندي. ايوه خلاص، يبقى ده هحطه في سلاكه منفصله. تمام ما عنديش مشكله. وسلكت عندي جهاز هحورها لك دلوقتي. تمام زي الفل. ده تاني زي ما كان. طيب. عشان ما يقدرش يرجع دوق على المنزل. طيب. لا ده التاني بقى اللحم الفرنسي ده؟ ده لحم مع انتاي كرك. طب طيروه ودول طيروه. طيب ده انتاي كرك. طيب. هو ده ذكر وانتاي؟ دي انتاي كرك. جميل. وده ذكر لحم فرنساوي. عايز اقول لك مواصفات. يعني انا فكرت ده ذكر وده يعني دولت جوز استاذ، دولت الجوز، دولت اهالي ديت. طيب انا عاوز اللي شكلهم حلو قوي نحطهم في السلاجه. الجوز ده. الجوز انهي؟ ايوه الجوز ده. ممتاز، يبقى دول كده يا جماعه هيروحوا السلاجه وهينفصلوا تماما لوحديهم، ودول هيطيروا مع الايه؟ مع الحفله. تمام. نسيب دول بقى؟ يلا بينا. طيب خلينا بس قبل ما نسيب بقى ده الكرك يا شباب، الناس اللي مش واخده بالكم ده استرالي الكرك، هنسيبه اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا طبعا يجعله رزق يا رب العالمين. ده اللحم الفرنساوي يا شباب، اللحم الفرنساوي طبعا بيبقى ليه مميزات، بتلاقي الجفن بتاعه كده احمر عشان بس الناس اللي بتشتري حمام لحم فرنساوي، بتلاقي التوب بتاعه كله ابيض ما فيهوش ريشه مختلفه، طبعا ما بيبقاش فيه زفاره في الرجل نهائي، تلاقي الرجل كده بالشكل اللي انت شايفه ده، وده من مواصفات اللحم الفرنساوي، بتلاقي حمامه جرمه صدرها عريض ما شاء الله تعالى، حمامه بتبقى شكلها حلو. طيب هنطير اللحم كده بسم الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله. يلا هو مستغرب المكان. طيب بسم الله. طبعا دول هيرجعوا تاني عشان نحطهم في السلاكه لوحدهم. طيب ده بقى هجينا يا استاذ باسم استرالي مع بلد، بس جوز حمام منتج ما شاء الله تعالى. بسم الله ما شاء الله. ده اللي انا لقيته هو الحمام شكلها حلو. بسم الله ما شاء الله. لا بسم الله ما شاء الله. حمام شكلها حلو. حمامة شكلها حلو. تحفة والله تحفة. أيوة ده استرالي مع بلدي، بس حمامة منتجة ما شاء الله، يعني هو الوحيد اللي أنا لقيته دلوقتي بدأ يحصل. يعني ليا أسبوع إن شاء الله هتبص تلاقي ده جزء محصي، وبالمناسبة إن تاي الكرك اللي أنا لسه مسيبها ديا يعني ممكن يومين ثلاثة وتحصل إن تاي دي. ممكن يومين ثلاثة وتحصل إن تاي الكرك اللي هي فوق دي يا عبد الرحمن، ممكن إن هي تحصل. طب هي تقعد قد إيه وتتأقلم على المكان هنا بس؟ على وش حصل. إن تاي الكرك؟ لا سايب عادي. طيب ماشي. ده ذكر تحت. ده بسم الله ما شاء الله، يعني العمليه يعني متاخرين، يعني مش حمام متعود يعني. ايوه مش تحس ان هو اجتماعي. متشكرين جدا يا محمد على الهديه القيمه، ومع بعض كده ايه نطلع فوق نجهز. مفيش بينا كلام، لان انا كان نفسي في جوز حمام شكله حلو. النتايه دي اتفضل. النتايه دي فضلك الله، النتايه دي مسمينها مريم على اسم تبع من والله. هي هتشوفها عندك هتقول الحمامه بتاعتي مش الحمامه بتاعتي. فايه هي مسمينها مريم النتايه الجميله دي، وده كنا مسمينه حسن على طبعا حسن ابن سينا. انا بسمي الحمام على اسامي المتابعين بتوع باسم، وبعمل لهم حاجات حلوه جدا عندي على كلفة. دي الكلفة الشبابية. طيب ولكن بقى هنا الكلفة بتاع الاستاذ باسم فيها غلطة، يعني الناس اللي تقول بص في الكلفة، على فكرة الموضوع ده بيغلط فيه كتير من الغواة كمان مش من المربين بس. في يا جماعة خير بعد اذنك كده يا استاذ باسم. اتفضل يا حبيبي. اتفضلك الله. بص يا استاذ باسم، الذرة البيضاء دي نسبة الدهون بتاعتها عالية جدا. ممتاز. جدا. بتخلي النوتي ان هي تعمل دهون على العنقود المبيض، فبالتالي الحمام بيتوقف عن الانتاج. بالنسبه للعلف يا استاذ باسم، احنا بنحطه على الكلفه بنسبه 10% فقط لا غير، لان العلف الكتير برضه بيسبب مشاكل حمام، لان العلف بيبقى فيه سموم فبيبقى مضاد للسموم بعدين. ولكن انا شايف ان نسبه العلف متناسقه، ولكن بلاش استاذ باسم، بلاش اخوات المربيين ان احنا نحط الحبايه البيضه دي نهائي، ممكن خلينا الحبايه الصفراء.
الذره العويجه برده ما عنديش مشكله، ولكن الحبوب البيضه دي ممنوعه. الذره البيضه ده شباب بلاشة عشان بتعمل دهون وبتخلي الحمام عندنا يقطع. الاكله دي حلوه جدا جدا، الاكله دي يعني ممكن تحميك من امراض كتير. هتقول لي اكاله وبتحمي الحمام من امراض؟ هقول لك اه. ليه بقى؟ لان يا جماعه خير انا لما احط كلفه للحمام، الناس اللي هي بترمي كلفه على الارض، الناس اللي بترمي كلفه على الارض ده غلط، ده مش سليم. ليه؟ الاخراجات بتاعه الحمام دي الحمام بيرجع ياكلها تاني لما بيجوع، فبيسبب امراض الحمام. ولكن انا لما بحط في علافه زي كده، فانا بحط في العلافه وبقفل العلافه، الحمام حتى لو شبع فالاكل بيفضل نظيف زي ما هو، ده ما بيسببش مشاكل حمام. يا شباب ان شاء الله يعني علافه زي كده ممكن تاكل مش اقل من 15 جوز، يعني في عيون كتير ما شاء الله. فانتوا حاولوا ان انتوا تستغلوا الموضوع ده وتعملوا علافات زي كده. العلافات دي مهمه جدا، هي مش مكلفه ولا حاجه، ولكن كويسه جدا في التربيه، خصوصا للناس اللي هي مربين الحمام اللي السائل. انا عندي انا محمد البيوت انا عاملها مسديه رينج، وانت قلت لي قبل كده في كلامنا مع بعض ان البيوت مختلفه وانواع مختلفه وكل بيوت ليها مميزاتها وليها عيوبها. اه طبعا. ممتاز. قول لي انواع البيوت. انواع البيوت كتير جدا يا استاذ باسم. في ناس بتعمل الصان، في ناس بتعمل بلاط سيراميك مثلا زي العون اللي عندي، الناس اللي متابعنا على القناه بنبني طوب وبلاط سيراميك حلوه جدا. افضل حاجه ممكن اعملها للحمام بتاعي. طيب خليني بس اقول لك سريعا كده، اخواتنا اللي لسه بيستخدموا الفخار، يا جماعه خير الفخار ضيق جدا. حمام لازم كل جوز حمام، بعمل العيون واسعه، لازم كل جوز حمام الجوز الحمام الاثنين يدخلوا في قلب العين، انما الفخار هو بياخد حمامه واحده بس يا استاذ باسل، وده بيضعف الزغالين، لان لازم يكون الاب والام اثناء التاكيل جوه مع الزغالين، فبالتالي بتلاقي الزغلول نموه كويس، فالفخار ما بيعملش الموضوع دوت. افضل عيون انا استخدمتها العيون اللي انا عندي اللي انا بستخدمها، العيون الطوبه استاذ باسم، والطوبه الارضيه بتاعتها سيراميك، ممكن اعمل فيديو عنها. بلاط السيراميك. بلاط السيراميك الارضيه بتبقى سيراميك، ولكن مش وش السيراميك يا استاذ باسم. ظهر السيراميك عشان البيضه. بالظبط، الله ينور عليك، عشان تبقى خشن شويه، ظهر السيراميك ده ممتازه جدا وسهله في النظافه وما بتجيبش حشرات يا استاذ باسم، لان الحشرات دي وكمان فيها ميزه ان هي بتبقى مناسبه للحمام في الصيف ومناسبه للحمام في الشتاء، ولكن اخواتنا اللي بيربوا في الصفيح، صفيح استاذ باسم بيعمل سقعه على الزغالين في الشتاء وفي الصيف بيصهد على الزغالين، فممكن انت تلاقي الزغالين ميته منك فجاه، فده برضه بيسبب. طبعا انا ما بنصحش ان انت تربي. معلومات مهمه جدا. ما بنصحش ان انت تربي. قول لي يا محمد، تركيبه كلفه ممتازه اقتصاديه وتديني انت جميعا. طيب الكلفه استاذ باسم في انواع كلفه كتير، ولكن خلينا اقول لك ان في الصيف غير الشتاء، الحمام في الصيف محتاج الكلفه الناعمه زي مثلا الذره العويجه، زي القمح، كسر العيش بس مهم جدا، ولكن بس بنسبه، يعني بنسبه بسيطه، لان في خميره دي فيها بكتيريا نافعه بتزود حجم الزغاليل. نسبه العلف اللي انا بحطها برده بتكون بسيطه 10%، لان هي برده بتفور حجم الزغاليل. انا عايز اقول لك، قول لي الانواع اللي انت جبتها ومميزاتها. طيب خلينا بس نفتح هنا، يعني امان استاذ باسم لو سيبنا امان، ما هو انت شايف فوق ما فيش مشكله. تمام زي الفل. ولو طاروا ورجعوا لك مش ممكن يرجعوا لك، المسافه بعيده. لا يرجعوا، عايز اروح اجيبهم منك. لا ده حمام، ده مش ذكي في الطيران. في حمام في حمام ذكي في الطيران. لا هو امان. وفي حمام ذكي في الطيران، بالنسبه للزاجل ذكي في الطيران، وفي حمام هو ذكي في الطيران. يعني اللحم في نزاوي اخره 250 متر مربع حوالين البيت. الكلام ده يا شباب اتبهدل الصراحه. طيب خلينا بس اللهم صل على النبي. مبدئيا كده محمد، طب انا لو ربيت الجوز دولت في سلاكه، ايوه، عشان شكلهم الجميل ده واحافظ على الصوره، ايوه، ايه رايك؟ يكون افضل، ولكن تربيه السلاكه لازم ان انت توفر له الحاجات اللي هو عايزها من الطبيعه. مفيش مشكله عندي. ايوه خلاص، يبقى ده هحطه في سلاكه منفصله. تمام ما عنديش مشكلة. وسلكت عندي جاهزة وهوريها لك دلوقتي. تمام زي الفل. ده تاني زي ما كان. طيب. عشان ما يطيرش وارجع ادوق على المسلك. طيب. لا ده التاني بقى اللحم الفرنسي ده. ده لحم مع انتاي كرك. طب طيروه ده. دول اللي طيروه. طيب. ده انتاي كرك. طيب. هو ده دكر وانتاي؟ دي انتاي كرك. جميل. وده دكر لحم فرنساوي. عايز اقول لك مواصفات. يعني انا فكرت ده دكر وده يعني دولت جوز استاذ باسم، دولت الجوز، دولت اهالي ديت. طيب انا عاوز اللي شكلهم حلو قوي نحطهم في السلاجه. الجوز ده. الجوز انهي؟
ايوه ايوه ممتاز. يبقى دول كده يا جماعه هيروحوا السلاكه وهينفصلوا تماما لوحديهم، ودول هيطيروا مع الايه؟ مع الحفره. تمام، نسيب دول بقى. يلا بينا. طيب خلينا بس قبل ما نسيب ده الكورك يا شباب، الناس اللي مش واخده بالكم ده استرالي الكورك، هنسيبه اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا طبعا يجعله رزق يا رب العالمين. ده اللحم الفرنساوي يا شباب، اللحم الفرنساوي طبعا بيبقى ليه مميزات، بتلاقي الجفن بتاعه كده احمر، عشان بس الناس اللي بتشتري حمام لحم فرنساوي بتلاقي التوب بتاعه كله ابيض ما فيهوش ريشه مختلفه، طبعا ما بيبقاش فيه زفاره في الرجل نهائي، تلاقي الرجل كده بالشكل اللي انت شايفينه. وده من مواصفات اللحم الفرنساوي، بتلاقي حمامه جرمه صدرها عريض ما شاء الله تعالى، حمامه تبقى شكلها حلو. طيب هنطير اللحم كده بسم الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله. يلا هو مستوى من المكان. طيب بسم الله. طبعا دول هيرجعوا تاني عشان نحطهم في السلاكه لوحدهم. طيب ده بقى هدينا يا استاذ باسم استرالي مع بلدي، بس جوز حمام منتج ما شاء الله تعالى. بسم الله ما شاء الله. ده اللي انا لقيته برضه، حمامه شكلها حلو. بسم الله ما شاء الله. لا بسم الله ما شاء الله. حمامه شكلها حلو. حمامه شكلها حلو. تحفه والله تحفه. ايوه ده استرالي مع بلدي، بس حمامه منتجه ما شاء الله، يعني هو الوحيد اللي انا لقيته دلوقتي بدا يحصل، يعني ليا اسبوع ان شاء الله هتبص تلاقي ده جزء محصي. وبالمناسبه النتايه الكورك اللي انا لسه مسيبها دي، يعني ممكن يومين ثلاثه وتحصل النتايه دي، ممكن يومين ثلاثه وتحصل النتايه الكورك اللي هي فوق دي يا الرحمن، ممكن ان هي تحصل النتايه. طب هي تقعد قد ايه وتتاقلم على المكان هنا؟ بس على وش حصل انت سايب جول؟ اه لا سايب عادي. طيب ماشي. ده رقم تحت. انا عاوز اوصل لاقصى انتاج اعمل ايه؟ يعني انت تقصد باقصى انتاج ان انت تزود عدد اقصى الفروخ. وزن اقصى وزن واكبر عدد. تمام، يعني انت مش تقصد ان انت تزود عدد الفروخ. محمد باختصار عاوز اكسب. عايز تكسب. تمام. طيب تمام. طيب بص بس انا بعمل حركه ذكيه جدا. اتفضل. وما شاء الله تعالى بقدر انتج منها مجموعه زغاليل كتير جدا، اللي هي ازاي؟ انا بقطف الزغاليل عمر 15 يوم تقريبا. ممتاز. بعد مرحله اللبة اللي هو بتاعت الاهالي، طبعا معروف ان الاهالي بتدي لبة من عمر يوم لعمر اسبوع. الناس شوفت كلام الجمهور. بعد كده بتبدا ان انت الاهالي تخشن للحمام، يعني ايه؟ بتبدا تديهم حبوب نص خشن، وفي الاسبوع الثالث تبدا تديهم حبوب خشنه تماما. بعمل ايه انا بقى يا استاذ باسم؟ بسيبهم الاسبوع الاولاني وبسيبهم الاسبوع الثاني، وباخدهم في بدايه الاسبوع الثالث، بقطف الزغاليل في بدايه الاسبوع الثالث. مهم جدا يا شباب ان انتوا لو عايزين تزودوا الانتاج تشتغل بالطريقه ديت، بتقطف الزغاليل في الاسبوع الثاني عمره 15 يوم او 14 يوم تقريبا، وبتبدا ان انت تشتغل معاها بالتاكيل اليدوي. ايه التاكيل اليدوي بقى يا استاذ باسم؟ ان انا بحط كسر العيش زائد البادي، ولكن عشان بس الامانه الزغاليل ديت ما تنفعش غير للبروتين، ان انا هذبحها. ايوه. فانا باكلها كسر عيش وبادي، باكلها 10 15 يوم، بتلاقي الزغلول بس بروح نص كيلو. زغلول الحمام اللي قد كده لما بقطفه عمره 15 يوم 15 يوم، وبعد كده استاذ باسم ما شاء الله تعالى يعني 10 ايام بتلاقي الزغلول بيروح معاك نص كيلو. فالطريقه ديت حلوه جدا استاذ باسم في زياده حجم الزغاليل. ولكن في حاجه ثانيه استاذ باسم، ان انا لو عايز اربي الزغاليل ديت ينفع اكلها بادي وكسر عيش؟ لا طبعا ما ينفعش. في حركه ذكيه جدا احنا برضه بنعملها، بنجيب الحبوب يا استاذ باسم بنبلها في الميه وبنضرب الحبوب ديت في الخلاط. اي حبوب بقى ماشي، بنسيبها نبلها في الميه وبعد كده بنضربها في الخلاط وبنحط في الثلاجه، وبعد كده بطلع من الثلاجه باخد الكميه اللي انا عايزها. اللي انا فهمته منك يا محمد ان انت بتاخد الزغاليل بعد فتره معينه، بس بعد عمر مثلا اسبوع؟ ايوه. لا بعد عمر، بعد عمر يعني فوق ال 10 ايام، فوق ال 12 يوم يعني. ماشي. بتسحبه من الاهالي. ايوه. ده ليه فايدتين. ايوه طبعا. الفايده الاولى ان انت بتدي وزن للزغلول من خلال ان انت بتديله بروتين عالي وكلام من ده. كلامك سليم. تاني حاجه ان انت بتدي فرصه للاهالي انها تحسن من جديد. برافو عليك. ليه بقى؟ لان الاهالي ما بيبقاش فيه تحتها زغاليل او حصى 10 ايام وبتبدا ان هي تحس تاني. ممتاز جدا. فانا ضربت عصفورين بحجر واحد، وزودت حجم الزغلول، وفي نفس الوقت اديت فرصه يا استاذ باسم النتايج ان هي تحس تاني. فانا كده بكثف الانتاج وبزود حجم الزغاليل، بضرب عصفورين بحجر واحد. والطريقه ديت انا بشتغل بيها، والمتابعين عندي على القناه. قلنا في الفيديو، قلنا في الفيديو يا محمد افضل نوع نربيه ونكسب منه. في انواع يا استاذ باسم كتير، يعني اللحم الفرنساوي كمشروع حلو جدا. بيجي بعديه لو انت عايز توفر بروتين الكريزلي. حمام الكريزلي، كريزلي يا شباب، في حمام اسمها حمام الكريزلي، والحمام الزاجل بالمناسبه الزاجل الشعبي
برضه حمامة حلوة جدا في الإنتاج، إنتاجها عالي أستاذ باسم، والكريزلي برضه إنتاج عالي، والكريزلي فيه ميزة مش موجودة في أي حمام تاني. إيه الميزة في الكريزلي؟ الكريزلي بيحضن أي نوع حمام. المراسلة المصري، الناس اللي إخواتنا اللي بيربوا حمام مراسلة، الحمامة دي أستاذ باسم صعب جدا إن أنت تقدر تحضنها تحت أي نوع حمام. ليه؟ المراسلة أستاذ باسم الجزء بتاعها عامل كده معكوف. فالكريزلي الوحيد اللي بيحضن المراسلة ويحضن اي نوع حمام، وفي اللبة حلو جدا وفي التأكيل حلو جدا، وهي حمام اصلا منتجة وحمام زغللها كويس. اتكلمنا عن حمام اللحم، تعال اتكلمنا عن حمام الزينة وسوء اخباره. بص استاذ باسم، حمام الزينة فيه انواع حمام زينة كتير، ممتاز تمام، ولكن حمام الزينة ده ليه ناسه، وكمان الحمامة ديت منعتها مش اعلى حاجة. في ناس بتجيبه وبتحطه في الفلل كحلية، في ناس غاوي بيحب حاجه جميله قدامه فبيجيب مثلا الهزاز الهندي مثلا، اي نوع من انواع الزينه، فبيبدا ان هو يخليها قدامه كحليه، ولكن هو مش حمامه لانتاج البروتين، ومش حمامه للنش، ان في كذا فصيله استاذ باسم. الحمام ده اصلا سوق، يعني موضوع يطول شرحه. الحمام ده 1200 نوع على مستوى العالم، يعني 1200 نوع كتير جدا، انواع كتير جدا. ففي حمام فيهم للنش، في ناس بتنش، في حمام فيهم للبروتين ان احنا بناكل منه ونذبحه، وفي حمام فيهم للزينه. فموضوع في شرح الحمام يكون محمد، ايه اهم الاجراءات او الادويه؟ طبعا اتكلمنا عن الكلفه الممتازه، اتكلمنا عن التهدئه الممتازه، اتكلمنا عن التربيه، وما اتكلمناش عن فوائد واضرار التربيه الحبيسه والتربيه السلكات والتربيه المفتوحه، كل واحده فيهم ليها مميزات وعيوب. ايوه طيب، قبل الكلام ده كله خالص انا عاوزك تقول لي طفل، انا نسيت، كلمنا عن اهم الادويه البشريه والبيطريه اللي انت بتستخدمها للحمام بتاعك وتديك على قد ايه. طيب خليني بس اقول لك ان انا بشتري الفلاجيل قبل ما بشتري الحمام. الله، بشتريه قبل ما بشتري الحمام، تخيل ليه؟ لان دي اسعافات اوليه. اي طير كاشش، اي طير انا شاكك فيه، لازم الفلاجيل ده يكون اساسي عندي. الديكال ده استاذ باسم مش عايز اقول لك بيزود عروض البيض، لان ده كالسيوم رهيب، لازم يكون برده عندي موجود. الانتينال برده لو عندك السلات بقى، السلات بجميع انواعها بقى. ولكن في حاجه استاذ باسم من انواع السلات، عشان بس يكون المربي عنده وعي وعنده ثقافه، السهال الاخضر ده خطير جدا. بعرف على طول ان هو سالمونيلا استاذ باسم، ولازم بعد الطير المصاب وعقم المكان عنده كويس. اللي بيجيب مع السهال الاخضر ده اللي هو الفيلموكس، مضاد حيوي قوي جدا انا بستخدمه. ولكن في حاجه كمان، في غلطه، يعني في حمام اللي هو بيبقى عنده سالمونيلا بيبقى عنده قي، ممكن يرجع الاكل ويرجع العلاج. فعشان ان انا في بديل بقى للفيلموكس، في حقنة اسمها سوفتكس. سوفتكس ده بحقن في لحم الصدر، بحقن في لحم الصدر، بتلاقي الموضوع ان شاء الله يعني مش بياخد معاك وقت، ويبدا ان هو يروح معاك. قلنا في اللاجين، قلنا الانتينال، قلنا ديكال، ايوه، والحقنة اللي انت بتقول عليها السوفتكس. السوفتكس ايوه، في انواع، في علاجات كتير، ولكن يعني الموضوع. طيب الكنكر اخباره ايه معاك؟ الكنكر استاذ باسم يعني ده عدو الزغاليل، لان الكنكر ده اكتر حاجه بتضر الزغلول. في كنكر بيبقى ظاهري بيبقى في الحلق، بمجرد ان انت بتفتح بق الزغلول فبتلاقي الكنكر. في كنكر بيبقى حواصلي، مش بيبقى ظاهر، ده بعرفه من ايه؟ من ريحه بق الزغلول، بعرف ان هو كنكر حواصلي. طيب علاج الكنكر ده بس بسيط جدا، سهل جدا. اول حاجه، هو الكنكر ده بيجي منين اصلا؟ بيجي من تلوث الميه. تمام. فمزه الميه دي على فكره، مزه الميه بس من اخطر الحاجه اللي موجوده في الغيه. مزه الميه دي لو بقت عندك نظيفه، وانت بتدي كلفه نظيفه مش كلفه متخزنه، لان في يعني التجار بتبيع كلفه متخزنه بقى لها شهرين ثلاثه، فانت بتروح تشتري كلفه انت مش عارف حاجه، انت بتشتري بالكيلو ما بتقراش اللي على الشكاره دي ايه، وفي كلفه بتبقى متصلحه متين. كل ده بيسبب مرض الكنكر. كل الحاجات دي بتسبب مرض الكنكر للزغلول. فاحنا عرفنا ان مزقه الميه والاكل اكتر حاجه بتسبب مرض الكنكر للزغلول. طيب علاجه ايه؟ علاجه سهل جدا، بديله 3 ايام زغلول اقل من 15 يوم، نص سنتي فلاجيل، نص سنتي، انا باكد تاني اهو، الزغلول اقل من 15 يوم نص سنتي فلاجيل، فوق ال 15 يوم بديله سنتي كامل. الحمام الكبير هو صعب ان هو يمرض بالكنكر، ولكن ده يعني لو حصل
يبقى بديله برده سنتي. لو حد جماعي استاذ باسم الحمام جماعي 3-5 سنتي كل لتر ميه، يعني اقصى مده 5 ايام اقصى مده، ولكن احنا بنقول 3 ايام فقط. نتكلم بقى الحمام الحبيس والمفروض والنص حبيس. بص طيب هتكلم عن الحمام المحبوس والحمام السايب والحمام النص حبيس اللي احنا فيهم مربين كتير على فكره بيربوا حمام نص حبيس بالطريقه اللي انت بتربي بيها. طيب خلينا بس اعد مميزات الاول عشان اعرفك بس ان في مميزات كتير جدا بالنسبه للحمام الطاير او الحمام السايب. جماعه الخير صدقوني الحمام الطاير انتاجه اعلى بكتير جدا. الحمام الطاير بيحدق من الطبيعه، الحمام الطاير بيجيب رزقه من الطبيعه، الحمام الطاير بيعمل توازن في الطبيعه، بيجيب الحبوب الواقعه من التجار، بيجيب الحبوب الواقعه في الحقول، الحبوب الواقعه في المزارع، الحاجات دي كلها يا استاذ باسم بتفرق مع الحمام اللي هو السايب. ميزه كمان خطيره موجوده في الحمام السايب، الحمام السايب صعب ان انت تلاقي فيه بيض غير مخصص. يا سلام. كل بيض يا استاذ باسم بتلاقيه مخصص. تمام. ليه؟ لانه بيخصص كويس في الحريه. لان الحمام اللي هو محبوس المربين الحمام عارفين الكلام ده شويه. الحمام المحبوس اول ذكر ما بيطلع يخصب على النتايه فالذكوره الثانيه بتجروه فبيسبب ان البيض عندك وبحس. وكمان في حاجه يا استاذ باسم، في ناس كتير بتربي حمام يعني عنده اوضه مثلا 4 متر في 4 متر، في ناس بتربي فيها ب 150 جوز وفي ب 100 جوز، اعرف مربين كده فبيلاقي عنده ترويق في البيض كتير لان ديت مشكله اساسيه. فهنا بقول ان الحمام السايب افضل بكتير لان عدد لك مميزاته. يعني انا لو بصرف استاذ باسم على الحمام اللي انا حابسه 100 جنيه في اليوم على سبيل المثل، لو بصرف عليه 100 جنيه فبصرف على المحبوس السايب 50 جنيه. يعني شفت فرق قد ايه؟ النص بالنص. فالحمام المحبوس لو انا هربي بقى حمام محبوس، ونركز بقى في الكلمتين دول شويه عشان الكلمتين دول مهمين جدا. بالنسبه يا شباب للحمام المحبوس اساسيات لازم تعملها عندك. لو انت مش هتدخل الشمس اشعه الشمس المكان فلازم أن تدي الف دال ثلاثة هنا. تمام. لو مش هتدخل اشعه الشمس المكان. الحاجه الثانيه لو انت عندك غرفه 4 في 4 في ارتفاعها كام بقى احسب بقى براحتك انت، احسب لكل متر مربع جزئين، احسب لكل متر مربع جزئين عشان ما تلاقيش مشاكل عندك. الحاجة اللي بعد كده التحديق لازم ولابد ما يكون موجود للحمام المحبوس. بتلاحظ استاذ باسم انا كان في متابع عندي يعني موقف يعني وقفت عنده يعني. كان في فضلك الله. كان في متابع عندي قال لي انا كنت حاطط بلاصم الجبنة لاخواتنا في الريف عارفين الكلام ده. قال لي لقيت ان الحمام بياكل من البرطمان الجبن ده. فبسأل قلت له عشان يستخلص الاملاح المعدنيه. ما هو مفيش كلوريد داخل جسمه. الحبوب اللي احنا بنديها للحمام ده ما فيهاش ملح نهائي. اللي هو العلف بيحطوه فيه نسبه ملح. ما عدا عن ذلك الحبوب ديت ما بيبقاش فيه ملح. فانا لازم اوفر التحديق ده بالاملاح المعدنيه ديت اللي هو الملح الطعام اللي موجود عندنا في المنزل. لازم اوفره للحمام الحبيس وده لازم انا اعمله. بس بالنسبه لتحديد باسم بدي 5 ايام لو انا ادي الديكال اول مره بدي 5 ايام ورا بعض. ويفضل بقى ان انا كل يوم ادي مره في الاسبوع. ولكن في حاجه هنا برضو عشان الامانه، في ناس لما بقولها استاذ باسم تدي ديكال تدي ديكال بكميات كتير وبلاقي الحمام بيبيض عنده والحمام على طول بيشتغل والقصه دي كلها. ولكن في ناس بتغلط غلطه ان انا بروح احط 5 سم لتر ميه بروح احط 7 سم 10 سم ده بيسبب مشكله بعد كده. المشكله استاذ باسم بلاقي ان الزغلول ما بيخرجش من البيضه. البيضه قشره البيضه بقت سميكه. قشره البيضه بقت سميكه، فالنسب هنا يا شباب مهمه جدا ان انا استخدم الكلام ده استاذ باسم للحمام الحبيس. اخر سؤال هسأله لك يا محمد. اتفضل. وننهي معاكم اللقاء النهارده باخر سؤال واهم سؤال. اتفضل. من وجهه نظرك ومن خلال خبرتك في تربيه الحمام، هل مشروع تربيه الحمام مربح؟ للامانه مفيش مشروع الاول خلينا متفقين فاشل. اهم حاجه عند الاداره اداره المشروع نفسه هي اللي بتنجح المشروع وبتخلي المشروع معاك فاشل. انا لو مربي شاطر اكسب. لو انا مربي وداخل العب او داخل ان انا حابب الحمام وحمام بشوفه واقف على ايديا واقف كده فما انتش هتكسب. ولو انت بتربي الحمام كغيه سبحان الله هتكسب لوحدك. لو انت بتحب الحمام هتكسب، ولكن لو انت بتربيه عشان تكسب مش هتكسب. انا مختصر انا راجل عايز افتح مشروع حمام واكسب منه اكسب منه
ايوه تكسب لو انت عندك الاساسيات، لو انت عندك الخبره. عشان كده بنقول لاي مبتدئ مكسبه حلو يا محمد. مش اعلى حاجه، مش اعلى حاجه. مش اعلى حاجه. حمامه بيكلمنا بمنتهى الامانه. الحمامه يا جماعه مكسبه الهامش الربح بتاعه بسيط جدا. الحمام غيه اكتر منه مشروع. ممتاز. الحمام غيه اكتر منه مشروع. طب بالنسبه لانواع الزينه، الناس بتحب انواع الزينه كمشروع. تمام. بص يا استاذ باسم اقول لك حاجه. انا مثلا خلينا عند انا مثلا نفاخ، النفاخ ده الجزء منه ب 1200 جنيه. طيب انا لما النفاخ ده لو بعرف افرخه، مش اي حد يفرخ، لو بعرف افرخه وبجيب منه كل شهر جوزين ثلاثه زغليل، هيقول لي بجيب جوزين ثلاثه زغليل ازاي في شهر واحد؟ هقول لك انا باخد الحصى بتاعه وبعد 10 ايام بحصى ثاني، وبحضر الحصى بتاعته تحت جوز ثاني وهكذا، وبعرف افرخ منه. لو انا بشتغل بالطريقه دي اقدر اكسب من حمام الزينه، لان جوز الزغليل استاذ باسم من حمام النفاخ ده جوز اقل جوز ببيعه ب 400 جنيه. طيب كويس خالص يا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. انا دلوقتي كحمام زينه او كمشروع حمام في المجمل، احنا قلنا ان كمشروع حمام هو مشروع حمام كتجاره، لا مش اعلى حاجه. ايوه طبعا. ممتاز. ايوه. بالنسبه للتسويق، وانت ادرى مني في القصه دي، اخبار التسويق الحمام ايه؟ التسويق بالنسبه للحمام البلدي او اللحم الفرنساوي او الحمام الشعبي عامه، اي حمامه لدك تسويها سهل جدا. الزينه صعب. الزينه صعبه طبعا. زي طبعا ما اخويا محمد اداني الهديه القيمه بتاعته، وزي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال تهادوا تحبوا، انا اديت اخويا محمد هديه وهوريكم الهديه القيمه بتاعتي. الاول كده كانت كوت هندي ابيض بيوم. ايوه ان شاء الله. انا مبسوط قوي يا استاذ لازم بصراحه. وعندنا كتكوت الهند التقليدي العادي اللي هو الشكل العادي. وعندنا طبعا اديتك الوان كتير يا محمد. ايوه ان شاء الله. ان شاء الله بسم الله ما شاء الله اهو. ان شاء الله الوان جميله خالص يا استاذ بس. وعندنا اللون ده كمان. واللون ده كمان طبعا كل ده هندي. ان شاء الله. وكمان اديته فيومي، بس فيومي بيور، فيومي بيور نقي اللي هو ده. ان شاء الله. طبعا اخويا محمد ربنا يبارك له يا رب ويسعده ان شاء الله. انا سعيد يا استاذ باسم طبعا بالهديه الجميله دي، ان شاء الله هتن عندي ذكرى مش حاسب منهم. انا اديك جمله ذكرى، ولو انا احتجت يا محمد في يوم من الايام طبعا حاجتك طبعا. ايوه طبعا طبعا حاجتك طبعا، لان احنا في تربيه الدوله يا جماعه محدش ضامن ظروف. ايوه لا ده تحت امرك طبعا. ده يعني انا ببقى مبسوط لما يجي لو مني حاجه والله. شرف. ماشي يا محمد اتفضل. صوم بيدك. برافو عليك. طبعا دول بسم الله ما شاء الله. انا كان نفسي في جوز شكله جميل احطه في المكان ده كنوع من انواع طيور الزينه، كنت هجيب هنا بغبغانات. لا ده احلى من بغبغانات كتير واقيم وافيد بكتير. ادعوا لنا بالبركه. متشكرين جدا دكتور حمام مصري. ونشوفكم في القادم باذن الله في فيديوهات قناه وفر في بيتك منوعات.